الرحمن الرحيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تفرق الناس وتشتتت سبلهم وانحرف أكثرهم عن جادة الأخلاق تبعا لاختلاف النظرة الكلية حول العالم لارتباط الأخلاق بمعتقد كل مدرسة ومذهب. فبعض سعى وراء اللذة وبرر سلوك كل طريق للوصول إليها، وآخر أهمل المجتمع ودمره لأصالة مصالح الفرد عنده، وآخرون سحقوا الفرد الإنسانية تحت عنوان تقديم مصلحة المجتمع. أما في القرآن فلأن الله تعالى هو خالق كل الكائنات فلابد من سلوك صراطه في سبيل تكامل الإنسان الروحي والمعنوي. هذا الصراط الذي يقربنا من صفات الكمال الإلهية، فيكون الله هو محور الأخلاق والكمالات والقرب منه هو الهدف. أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامجنا الأخلاقي. كما يسرني أن أرحب بسماحة السيد بلال وهبي. سماحة السيد، أهلا بكم. أهلا بكم. سيدنا الكريم، سنتحدث في هذه الحلقة من برنامجنا هذا حول بعض الاختلافات في النظرات حول الأمور الأخلاقية تبع الاختلاف في المذاهب والمدارس الأخلاقية. هناك مدارس ومذاهب أخلاقية مختلفة، منها المدرسة التوحيدية، وكل يدعو إلى الأخلاق التي يراها. مدرسة التوحيدية التي تؤمن بوجود الخالق، مدارس أخرى بعضها لا يؤمن بوجود الخالق. كيف تختلف الدعوة إلى الأخلاق أو التأصيل للأخلاق على حسب هاتين النظرتين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الذي ينبغي أن أبدأ به وأنا أجيب على سؤالكم الكريم هو أنه مع الاختلاف في المدارس الأخلاقية ومنطلقات كل مدرسة من هذه المدارس، نجد مع هذا الاختلاف نجد أن هناك إجماعا على ضرورة أن يكون الإنسان متخلقا بأخلاق ما. القاعدة، ما يعني الأهمية الكبرى التي تحتلها الأخلاق في حياة الإنسان وفي علاقاته بنفسه أو بمجتمعه أو بالمحيط الذي يحيط به من طبيعة وغيرها أو بما وراء الطبيعة، كما تؤمن المدرسة التوحيدية بعلاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى. هذا أمر. الأمر الثاني، الأخلاق جزء من نظرة أكثر شمولية لدور الإنسان، لوجوده في الأرض، لمعتقده الذي يعتقد به، لنظرته الكونية في كجزء من هذا الوجود. والقرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل كل يعمل على شاكلته، فمن كانت شاكلته الفكرية مادية نتج عنها نظرة إلى الأخلاق تختلف عن النظرة الإيمانية التوحيدية. من كان الفرد عنده أصيلاً تكون نظرته للأخلاق مختلفة عمن يكون المجتمع عنده أصيلا. من كان فيلسوفا يريد أن يرتقي بالإنسان إلى مراقي العقل والعقلانية تكون الأخلاق عنده وسيلة لتحقيق الإنسان أو
لوصول الإنسان إلى مرحلة الاتصاف بالعقل الأكمل والكامل. فإذا نحن أمام مدارس مختلفة. إن أردتم أن نتعمق في ذكر هذه المدارس فلنا أن نتعمق فيها، وإذا كان الوقت لا يسمح فإننا يمكن أن نمر عليها مرورا إجماليا، لنقول بأننا أمام مدارس مختلفة، منها المدرسة المادية التي آمنت بالمادة ولم تؤمن بما وراء الطبيعة، وبالتالي تعاطت مع الأخلاق كمفرز من مفرزات هذه النظرية، تعاطت معه على قاعدة أنه الوسيلة أو الطريق للحصول على الحياة المادية الأرقى والأنقى والأكمل من وجهة نظرهم، وبالتالي كل ما يمكن أن يؤدي إلى ذلك يعد بهذه المدرسة أخلاقيا وينبغي الاتصاف به، وكل ما لا يؤدي إلى هذه الحياة المادية الهانئة والوادعة يعني لا يعد أخلاقا. يقابلها مثلا المدرسة الفلسفية، المدرسة الفلسفية التي رأت بأن على الفلسفة أن ترتقي بالإنسان إلى أن يكون إنسانا عقليا، فقالوا إن كل صفة من الصفات إذا ما اتصف بها الإنسان فارتقت به إلى هذه المدارج هي صفة أخلاقية، وإلا لا تكون صفة أخلاقية. هناك جعل العقل هو المحور، جعل العقل هو المحور. هناك مدارس جعلت الفرد هو المحور. سنتوسع على موضوع بعض الاختلافات. إذن هنا إذا كنتم تريدون أن تتوسعوا في هذا الأمر، أود أن أقول يقابل هذه المدارس وغيرها مما لم نذكره المدرسة التوحيدية التي تؤمن بأن الأخلاق هي من الله سبحانه وتعالى، باعتبار أن الأخلاق هي صفات كمال، وهذه الصفات اتصف بها الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يأمر بها، وهو الذي يربي الإنسان على التخلق بهذه الأخلاق. الفرق بين هذه المدرسة وغيرها من المدارس أن هذه المدرسة قادرة على بناء الإنسان بناء حقيقيا، بخلاف المدارس الأخرى فإنها لا تستطيع أن تبني الإنسان بناء حقيقيا. إذا سمحت لي فقط بكلمة صغيرة، المدارس الأخرى ربما ترتقي بالإنسان إلى مثلا إلى أن يعيش هم المجتمع، لكن قد يكون مقصرا بحق نفسه، أو ربما ترتقي به إلى أن يوفر كل ما يريد وما يرغب فيه، لكن سيكون هذا على حساب علاقته بالمجتمع. هذه الفوارق هي مضمون هذه الحلقة، لكن قبل أن ندخل في هذا الأمر، إذا كان هدف الإنسان في النظام الأخلاقي الإسلامي هو الوصول إلى السعادة وهذا أمر واضح، أيضا المدارس الأخلاقية الأخرى تضع نصب عيونها أن الهدف من المدرسة الأخلاقية من الأصول الأخلاقية التي وضعتها هي الوصول إلى سعادة الإنسان. فما الفرق بين الهدفين؟ كل يريد أن يصل إلى سعادته ويرى أن هذه المدرسة هذه النظام الأخلاقي هو الذي يوصل إلى سعادة الإنسان. لا فرق بين الهدفين على الإطلاق. السعادة مطلوبة لأتباع هذه المدرسة التوحيدية ولأتباع المدارس الأخرى، هذا أمر، وهذا ما يدل على حقانية هذه المدرسة التي نؤمن بها وننتمي إليها. إذن لا فرق من حيث الأهداف، من حيث الغايات، لأن هذه الغايات هي غايات فطرية، غايات إنسانية عامة شاملة، وهي فطرية بكل تأكيد. الفرق يكمن في الطريق الموصل إلى هذه الغاية هنا، ولذلك نحن نجد بأن الإسلام امتاز بصراطه فضلا عن الغايات. أحيانا بالغاية، اليوم من قبيل الصدف أنا اليوم كنت أستمع إلى إذاعة من الإذاعات اللبنانية لكاتب ومفكر وهو علماني، كان يقول يسأل من هدف من وجود الإنسان في الأرض،
يقول الهدف من وجود الإنسان، أنا لا أريد أن أتحدث عن هدف ديني، هو يقول كما ذكر الدين، لأنني لا أؤمن بالدين كما يقول، ولكن أنا أعتقد بأن الهدف من وجود الإنسان في الأرض هو تكميل. يقول أنا أؤمن بوجود يعني إله خالق لهذا الكون، لكن أؤمن بأن قدرته مقيدة، وبالتالي على الإنسان أن يكمل بناء هذا الكون الذي لم يزل خرابا. لاحظ مثلا بالإسلام، ليست بالإسلام محلولة هذه القضية تماما. إذن لا مشكلة في الفوائد، لا مشكلة في الغايات، المشكلة تكمن في الطريق، في الوسيلة، في السبيل الذي يوصل إلى هذا الأمر. عندما نأخذ المدرسة الأخلاقية الإسلامية والمدرسة والمدارس الأخرى، نجد أن المدرسة الإسلامية الأخلاقية الإلهية امتازت بطريقها، بمعنى أن الطريق الموصل إلى هذه الغاية كان طريقا إلهيا، هو طريق رباني. الله سبحانه وتعالى عندما نتحدث، عندما نقرأ قول الله تبارك وتعالى في صلواتنا اهدنا الصراط المستقيم، أو الآيات وهديناهم صراطا مستقيما، أو وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط العزيز، كل هذا يشعرنا بماذا؟ يؤكد حقيقة أن الطريق طريق الله، فالغاية يحددها الله باعتباره هو الخالق لهذا الإنسان وهو الذي أخرجه من عدم، والطريق أيضا يحدده الله سبحانه وتعالى. والطريق هنا ليس بمعنى هذه الأوتوسترادات التي نسير عليها فقط، إنما بمعنى المنهج الذي يتركب من ثلاثة أمور: الأمر الأول العقيدة، الأمر وهي التي تنتمي إلى الله سبحانه وتعالى، كي يكون الطريق بادئا من الله ومنتهيا به. ثانيا الشريعة، وهي التي تجعل الإنسان غير، هي التي تضبط حركة الإنسان حتى لا ينحرف ذات اليمين أو ذات الشمال عن هذا الصراط. ثم الغاية وهي الأخلاق، لأننا ذكرنا في حلقات سابقة أن غاية العبادات هي الوصول بالإنسان إلى الاتصاف بصفات الله سبحانه وتعالى بحسب هذا الإنسان من حيث محدوديته وإمكانياته البسيطة حيالة ما يتصف به الله سبحانه وتعالى. سيدنا الكريم، ذكرتم قبل قليل إشارة إلى هذا الأمر، أن البعض يرى أن كل ما يوصل إلى الهدف، وضعنا نصب عيوننا هدف، كل ما يوصل إلى الهدف فهو محمود ومطلوب وممدوح بغض النظر عن الوسيلة المتبعة للوصول إليه. النظرة الإسلامية إلى العلاقة بين الهدف والوسيلة للوصول إلى تحقيق ما يريده الإنسان. شوف، هناك نقاش أساسا مطروح على المستوى الفكري، هل الغايات تبرر الوسائل أو لا؟ نحن في عالم اليوم نجد أن الغايات تبرر الوسائل، يعني ما هو عليه المجتمع الإنساني بشكل عام. لكن عندما أقول هذا المجتمع الإنساني، لا أقصد به المجتمع المنتمي إلى الله سبحانه وتعالى في عقيدته وشريعته ومنظومته الأخلاقية، إنما هذا المجتمع المتفلت من ضوابط العقل وحتى من ضوابط أخلاق، يعني الأخلاق والشريعة. هذا المجتمع الذي أحيانا نسميه بالبراغماتي مثلا، الذي يريد النتيجة بعيدا، يعني يريد الحصول على النتائج بعيدا عن الوسائل التي توصل إلى هذه النتائج، وهذا ما يستدعي قتلا ودمارا وذبحا وغير ذلك. هذا المنهج لم نوافق عليه نحن المسلمون، وإن كان يوجد عند البعض أحيانا من المفكرين أو الكتاب المسلمين من يحاول القول بأن في الإسلام شيء من أن الغاية تبرر الوسيلة، وربما يستشهد لذلك بمجموعة من الأحكام التي تصنف عند الفقهاء بأنها أحكام ثانوية في مقابل الأحكام الأولية، أو التي تنطلق من قاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات.
لكن نحن لا نؤمن بهذه الفكرة. نحن نؤمن بأن الإسلام ربط بين الغاية الصالحة والعمل الصالح، كان هناك ربط يعني ولذلك كان في المقولة الواردة في الحديث الشريف عن الأئمة الأطهار أن الله سبحانه وتعالى لا يطاع من حيث يعصى. يعني لو أن إنسانا سرق مالا ثم تصدق به على فقير، هو لا يستطيع أن يقول بأن غايتي من هذه السرقة أن أتصدق على فقير. الغاية صحيحة بلا إشكال، بل هي مطلوبة ومندوب لها، أما الوسيلة خاطئة فلا يطاع الله سبحانه وتعالى من حيث يعصى. وبالتالي الفكرة التي استدل بها بعض هؤلاء المسلمين من أن الغاية تبرر الوسيلة هي فكرة خاطئة بنظرنا، ولا يمكن الركون إليها على الإطلاق. نعم هناك حلول، يعني هناك تأويل لمسألة الأحكام الثانوية في مقابل الأحكام الأولية. هذا في الأحكام أساسا في عالم الأخلاق، هل يمكن الفصل بين الوسيلة والهدف؟ هل هذا الوسيلة الغير صحيحة الغير سليمة، يعني الصراط غير المستقيم السبل المتفرقة، هل يمكن أن توصل إلى الهدف؟ أبدا. الهدف لابد أن يوصل هو صراط واحد. شوف، عندما نقول أن الغاية تبرر الوسيلة، عندما أساسا نتحدث عن الأخلاق، نحن نتحدث عن منظومة من الصفاء والنقاء والعلو والتسامي والارتقاء فوق الكثير الكثير من أو فوق كل المصالح والآنيات والذاتيات والأنانيات وغير ذلك. يعني أنت في الشريعة، وهي صافية بلا إشكال، لكن في الشريعة قد تجد مبررا هنا أو مبررا هناك، لكن مثلا في الشريعة عندما يتحدثون عن الغيبة، الغيبة بلا إشكال هي أمر حرام بلا ريب، وهي من وفاعلها مرتكب للكبيرة بلا ريب، وقد ذمها القرآن ذما شديدا ووصف المغتاب كآكل لحم أخيه ميتا، وأن هذا الأمر ممقوت وممجوج ومكروه. لكن أحيانا ربما يجوز الاغتياب، تجوز الشريعة الاغتياب. بالأخلاق قد لا نذهب إلى هذا الأمر على الإطلاق، خصوصا أن لممارسة الفعل الأخلاقي آثار على النفس الإنسانية، بحيث أن هذه الآثار لا تقف عند حدود ما يفكر فيه هذا الإنسان أو ما يتصف به فقط، وإنما تتعدى إلى الأفعال التي تصدر عن هذا الإنسان. وبالتالي لا يستطيع الإنسان الأخلاقي المتصف بالصفات الأخلاقية العالية، لا يستطيع أن يسمح لنفسه حتى بأن يفعل فعلا ولو كانت الغاية صحيحة بوسيلة غير صحيحة، لا يسمح. أعتبر أن قيمة الأخلاق نابعة من الداخل، ليس قيمتها راجعة إلى النتيجة. سمعت السيد، اسمح لنا بهذا الفاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحوار. إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود لمتابعة حوارنا هذا، فابقوا معنا. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إن الله تعالى خصكم بالإسلام واستخلصكم له، وذلك لأنه اسم سلامة وجماع كرامة. اصطفى الله تعالى منهجه وبين حججه من ظاهر علم وباطن حكم، لا تفنى غرائبه ولا تنقضي عجائبه، فيه مرابيع النعم ومصابيح الظلم، لا تفتح الخيرات إلا بمفاتيحه ولا تكشف الظلمات إلا بمصابيحه، قد أحمى حماه وأرعى مرعاه، فيه شفاء المستشفي وكفاية المكتفي. مشاهدينا الكرام، مجددا أهلا بكم. سيدنا الكريم، نتابع حول الفروقات بين
مذهب الأخلاق الإسلامي وبعض المذاهب الأخرى. هناك بعض المذاهب على طرفي نقيض، إما أنها تعطي الأصالة للفرد وترى أن كل ما يحقق مصلحة الفرد فهو الحق والصح والصحيح حتى لو أدى إلى أضرار في المجتمع، مدارس ذهبت إلى الطرف الآخر النقيض المقابل أن بالعكس كل ما يحقق مصلحة المجتمع فهو الصح حتى لو صحيح حتى لو أدى إلى سحق مصالح الفرد. بالنظر القرآنية الإسلامية في عالم الأخلاق كيف نضع الميزان الفرد والمجتمع، أيهما يرجح أم هناك نظرة مختلفة أخرى؟ لا، هناك نظرة مختلفة في هذا الأمر. على كل حال في القرآن عندما يتحدث عن الأفراد أو المجتمعات يتحدث أن المجتمع يتكون من مجموعة أفراد، فيعمل على صناعة الفرد وتوفير حاجاته ليتوفر حينئذ، عندما تتوفر الحاجات لجميع الأفراد فإن المجتمع تكون قد توفرت حاجاته، وبالتالي الذهاب إلى أن المجتمع هو الأصل بخلاف الفرد ربما لا تساعد عليه الآيات القرآنية الكريمة، وكذلك الذهاب إلى أن الفرد هو الأصل كذلك، يعني نحن أمام مزيج مجموع من اثنين. النظرة القرآنية الكريمة تؤكد على أن الفرد عليه أن يعيش دائما في إطار مجتمع، محال أن يعيش خارجه، وبالتالي عليه أن يفكر بهذا المجتمع وأن يفكر بنفسه أيضا، بمعنى أن هناك، لماذا أقول ذلك؟ أقول لأن هناك نوع من الأخلاق يمارسها الإنسان مع مجتمعه بلا إشكال، لكن هناك صفات أخرى يتصف بها الإنسان ذاتا دون أن يكون لهذه الصفات أثر على علاقته بالمجتمع. هذه الصفات مثلا لها أثر على علاقته بالله سبحانه وتعالى، صفات لها أثر على علاقته بمن حوله من الأشياء، كائنات الأخرى مثلا، الكائنات الأخرى مثلا، عندما نأخذ القول المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل كبد حرة أجر، هذه الكبد الحرة تشمل الإنسان وهو جزء من المجتمع، وتشمل كل حيوان من الحيوانات عندما يكون عطشانا هذا الحيوان فتسقيه فأنت مأجور، لأنك تساهم أنت في رفد كائن حي بما يحتاج إليه من ماء أو طعام أو غير ذلك. طيب، عندما تسقي شجرة أيضا فأنت مأجور ومثاب عند الله سبحانه وتعالى. سقاية هذه الشجرة ناتجة عن ماذا؟ ناتجة عن صفة أخلاقية في هذا الإنسان، إما أن تكون هي الرحمة، إما أن تكون هي الشفقة على هذا الكائن الذي النامي، إما أن تكون هي الحب الذي يدعوك إلى هذا العطاء. وبالتالي نحن نعتقد بأن القول بأن المجتمع هو الأصل ربما يفوت على الفرد بعض ما يحتاج إليه، والقول بأن الفرد هو الأصل كذلك يفوت على المجتمع بعض ما يحتاج إليه. في الروايات، إذا ذهبنا إلى الروايات والآيات القرآنية التي حثت على التعاون وعلى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان والتحابب والتوادد والتآلف، وكل هذه الآيات التي لها يعني بعد اجتماعي تريد أن تصنع من هذا الفرد الذي صنع نفسه أخلاقيا إنسانا إيجابيا ضمن مجتمعه الذي يعيش فيه. لو وقع، يعني البعض يقول لو وقع تعارض مثلا في موضوع التضحية، مطلوب من الفرد أن يضحي في سبيل المجتمع، وقلما نرى أو ربما لا نرى أساسا أحد يقول أن مطلوب من المجتمع أن يضحي في مقابل الفرد. التضحية هي نموذج، سواء صحيح. النظرة الأخلاقية الإسلامية الإيمانية أو النظرة المادية، الكل يرى أن الفرد مطلوب منه أن يضحي في قبالة المجتمع. ألا ترجح هنا كفة قيمة ومصلحة المجتمع على قيمة الفرد؟ بالتأكيد هذه الآيات القرآنية الكريمة أو هذا النوع من الأحكام، سواء الأحكام الشرعية أو الأخلاقية،
يقودنا إلى أن نرجح هذه الكفة. لكن أنا ما كنت أود أن أقوله بأن العمل الأخلاقي ما هو معياره؟ يعني إذا كان المعيار هو مصلحة المجتمع، ربما أدى ذلك أحيانا إلى الإضرار بالفرد من الناحية الأخلاقية، نعم. وإذا كان المعيار هو مصلحة الفرد أدى بذلك إلى الإضرار بالمجتمع. نحن علينا أن نصنع الإنسان الأخلاقي كوحدة، كجزء من أجزاء هذا المجتمع الذي تركب منه هذا المجتمع. فإذا صار هو ضمن هذا المجتمع في إطار المجتمع، بالتأكيد تقدم هنا مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد. حينما يحتاجه المجتمع فهو حاضر، وحينما يحتاج إلى المجتمع فالمجتمع حاضر. المجتمع يجب أن يكون حاضرا في خدمته، وهذا معناه التكافل الذي أوجده الإسلام. أنا أعطي المجتمع ما أقدر عليه وما يحتاج إليه مني، وأنا أيضا على المجتمع أن يوفر لي أيضا حاجاتي عندما أكون أنا محتاجا إليه. بالنظرتين الأوليتين، عندما تعطي أصالة للمجتمع فأنت تقول بأن على الفرد أن لا يطالب بحق على الإطلاق، تجرد كليا من حقوق. أحسن. وعندما تقول بأن الفرد هو الأصل فأنت تقول بأن هذا الفرد له أن يفعل أي شيء ولو أخل ذلك بكل بنيان المجتمع، وهذا أمر خطأ. في مجال تحديد المرجع في حول المرجع في تحديد الأخلاق الحسنة والأخلاق السيئة، البعض يقول قد يقول أن الأخلاق الحسنة والسيئة المرجع في تحديدها هو الزمان والمكان، فالأخلاق أمر نسبي، هي نسبية تابعة للزمان والمكان. بالنسبة للنظام الأخلاقي الإسلامي حول موضوع النسبية، ماذا يرى الإسلام في موضوع نسبية الأخلاق؟ أولا، نحن ترتكز النظرية، إذا صحت المدرسة الأخلاقية الإسلامية، ترتكز أولا على الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بصفاته، وأن الأخلاق مستمدة منه، وبالتالي الله سبحانه وتعالى مطلق وعليه تكون الأخلاق مطلقة، لا يمكن أن تكون نسبية على الإطلاق. إذا كان الأخلاق نسبية ينعدم المعيار حينئذ، يعني ما يكون مباحا بالمعنى الأخلاقي هنا يكون بعد زمان غير مباح، حراما بالمعنى الأخلاقي، وهذا ما يجعل الناس مختلفة حتى على القيم. إذا اختلفت على القيم، لاحظ الآن نحن مثلا مشكلة الشرق والغرب ما هي؟ مشكلة هو اختلاف في القيم وعلى القيم. وإن كان إذا دققنا نجد أن القيم هي ذاتها، لكن بفعل موجات اللادينيين واللا أخلاقيين والذين يريدون أن يعيثوا فسادا في المجتمع، ما الذي فعلوه؟ على فكرة أنا أعتقد اليوم لا أحد من هذه المدارس الفاسدة الفكرية الفاسدة تأتي لتقول مثلا، تحدثك عن أن الله موجود أو غير موجود، لا أحد. يعني هم لا يعتنون بمسألة. في السابق كانت المدرسة الماركسية والشيوعية وغير ذلك تحدثك عن أن المادة هي التي خلقت هذا العالم، وهذه المادة ليس لها خالق. أحسن. اليوم لا أحد يناقش في هذا الأمر، لكن مع هذا نرى أن الفساد تتسع رقعته على مستوى العالم. أين ذهب هؤلاء؟ ذهبوا إلى تهديم القيم، إلى تجاوز القيم، تفريغها من محتوى. ولذلك طرحوا ما يسمى بنسبية الأخلاق، وذهبوا قالوا أنه ما يقبله المجتمع فهو أخلاقي، وما يرفضه المجتمع فهو أخلاقي. لكن مع هذا لم نزل نرى أصواتاً عالية ترتفع في شرق العالم وغربه تنادي بضرورة العودة إلى القيم التي آمن بها الإنسان. اليوم إذا ذهبت إلى كافة أرجاء العالم تجد أن الصدق قيمة، الأمانة قيمة، الوفاء قيمة، الحب قيمة، الود قيمة،
عند كل المجتمعات، لكن هم جاءوا ليتصرفوا في هذه القيم. الكذب اعتبروا الكذب رذيلة، القتل رذيلة، السرقة رذيلة، الخيانة رذيلة، هذه من الرذائل التي يجمع عليها المجتمع. ودليل وهذا الإجماع البشري عليها دليل على حقانيتها، دليل على أن الأخلاق ليست نسبية. هنا أريد أن أوضح شيء، دائما عندما نريد أن نحدد أن نقول عن شيء بأنه نسبي أو غير نسبي، علينا أن نبحث عن وجوده ومساحة انتشار هذا الشيء بين الناس. طب إذا كان هذا الشيء منتشر هنا وهنا وهنا في على اختلاف طبقات الناس وأفكارهم وجغرافياتهم ولغاتهم ومعتقداتهم، وكان الكل يقولون يجمعون على هذا الشيء، فهذا دليل على حقانية هذا الشيء، وعلى أنه ليس بالنسبة إلي كذا وبالنسبة إليه كذا. طيب الكذب الآن في كل العالم، الكذب لا أحد يقبل أن تقول عنه كذاب، يمارس الكذب، يمارس الكذب، يجعلون المجتمع أحيانا، شوف المجتمع اليوم لا يتقبل الكذب لكنه لا يأخذ موقفا منه، باعتبار أن المجتمع أيضا وخصوصا المجتمع الغربي، ونحن الآن صار جزء من تفكيرنا تفكير غربي، لأنه ثقافة صارت وافدة بالأفلام بالمسلسلات، نحن نتأثر شئنا أم أبينا بالأخبار بغير ذلك. لا أحد منا يحب أن تطلق عليه صفة الكاذب، لكنه أحيانا يتقبل أن يسمع عن إنسان كذب كذبة ونال منها ما يريد من متاع أو غير ذلك ومضى. هو عندما يمارس هذا الكذب هو يعلم أنه بأن هذا كذب، لكن يريد أن يفعل الكذب تماما، كمن ينكر، كمن لا يصلي الآن، إنسان لا يصلي إذا قلت له أنت فاسق ينزعج ويرفض هذا القول، يا أخي أنت فاسق لأنك لا تصلي، يقول لا أنا لا أصلي لكن لا أقبل أن تتهمني بأنني فاسق. طيب البعض سيدنا الكريم يريد أن يدخل على أن عفوا على أن في القرآن الكريم إذا ذهبنا، يعني نجد أن في القرآن عندما يريد أن يرفض فكرة نسبية الأخلاق يتحدث بأمور أن الناس هي قادرة على معرفتها وتحديدها، وأن هذا التحديد معروف لا يتغير. يعني عندما يتحدث القرآن مثلا عن الفواحش ما ظهر منها وبطن، عندما يتحدث عن الخبائث، عندما يقول القرآن الكريم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هذه نحن الآن بيننا وبين عصر نزول القرآن الكريم ما يربو على 1450 سنة إذا مش أكثر شيء، وإلى الآن لا تزال الخبائث هي ذاتها مع التغييرات الهائلة التي حدثت في المجتمع البشري بين ذلك الزمان وهذا الزمان، الخبائث هي ذاتها، الطيبات هي ذاتها، القاعدة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هي ذاتها، هذا تقرير لأمر يستطيع العقل البشري أن يستقل بإدراكه، وبالتالي هذا دليل على أن الأخلاق ليست نسبية. البعض يدخل موضوع نسبية الأخلاق في الإسلام يستدل بأمر تشريعي، يعني الإسلام وقع قيمة أو موضوع الصدق والكذب، أمر إنساني قبح الكذب، وفي الإسلام الكذب قبيح، ولكن الإسلام أجاز الكذب في بعض الموارد، لماذا يجاز في موضع ويحرم في موضع؟ ألا يعيدنا هذا إلى موضوع النسبية؟ لا، هذا أنا يعني نسبة في قبل الفاصل ربما أكون قد أشرت إلى هذا. الإسلام عندما يقول، شوف عندما يقول بجواز أن يكذب الإنسان، لا يقول بأن الكذب هنا في هذه اللحظة في أثناء الكذب إذا كان هذا الكذب لمصلحة، لا يقول بأن هذا صدق الآن، تحدثتم عن الغيبة، هو كذب أو هذه غيبة. ولذلك عندما تعود إلى الفقهاء يقولون الغيبة محرمة إلا في موردين، المورد الأول نصح المستشير، إذا جاءني إنسان مستنصح يسألني عن إنسان آخر يريد أن يشاركه في تجارة ما،
أو إنسان يريد أن يتزوج من إنسانة، وأنا أعرف أن هناك خللا في وعي هذه الفلانة أو غير ذلك، يقول الفقهاء يجوز، هذا استثناء من الحرمة، لكن أنا عندما أقول له بأن فلانة فيها هذه العيوب أو فلان فيه هذه الندوب وتلك العيوب، أنا مغتاب، لكن بما أن هناك مصلحة أهم في مقابل مصلحة مهمة وهي أن لا أغتاب، في العادة تقدم المصلحة الأهم على المهم. لا تصب هنا. أحسن، هنا ليست قبيحة باعتبار أن هناك شيئا أهم، يعني هي جائزة لكنها هي كذب، هي غيبة. يعني عندما أقول يجوز أن يكذب الإنسان، ولذلك أصلا بالإسلام أحيانا استعمل ما يسمى بالتورية حتى لا يذهب هذا المذهب كمان بشكل يعني مطلق، استعمل مصطلح التورية، يعني أنا أقول لك وأنا قاصد تسألني عن شيء أقول لك ليس بيدي، وقد يكون في جيبي لكن أقول لك ليس بيدي حتى، لكن مع هذا مصلحة ما. أحسن، مع هذا أقول عندما يقول الإنسان، عندما يكذب الإنسان ولو كان كذبا مبررا لمصلحة من المصالح، لكنه لم يزل موصوفا بالكذب، هو كذب لم يتحول. عندما نقول بأن الأخلاق نسبية ماذا نعني بها؟ نعني أن هذا الشيء الذي هو بالنسبة إليك كذب بالنسبة إلي صدق، هذا الشيء الذي هو بالنسبة إليك طيب بالنسبة إلي هو خبيث. فإذا هناك حقيقتان، يعني حقيقة عندي وحقيقة عندك لنفس الشيء. أما أنا عندما يعني جوابا على سؤالك، أنا أقول لا، هذه الكلمة، هذا الموقف الذي أعلنه هو كذب لكنه جائز لمصلحة كبرى، فهنا أنا أفعل الكذب. يبقى على المستوى يعني الأخلاقي كذب، على المستوى الأخلاقي هو كذب، التشريع اختلف، لكن اختلفت هذه القضية باعتبار أن هناك شيئا أهم. سيدنا الكريم، لو نظرنا إلى ما قدمه القرآن الكريم والإسلام من قواعد أخلاقية، الإسلام نزل في بيئة محددة في زمن محدد، هذه البيئة كانت تحمل عادات وأخلاق وتقاليد تختلف من حيث المكان عن بيئات أخرى موجودة في ذاك الزمن، أو حتى تختلف من حيث الزمان عن البيئة، عن البشر الذين يسكنون الآن الجزيرة العربية. كيف يمكن لأخلاق أنزلت في زمن محدد على قوم يحملون صفات محددة أن ننشرها في الزمان والمكان على كل البشرية؟ ما هي كيف الجواب، أنه كيف كان يمكن أن تكون هذه الصفات التي يتصف بها أهل الجزيرة العربية موجودة عند من يتواجدون في أدغال أفريقيا وفي غابات أمريكا الشمالية أو اللاتينية، أو موجودة في غابات أستراليا أو في شرق العالم في الصين أو غير ذلك؟ الإسلام راعى البيئة التي أنزل فيها في تشريعاته للأخلاق. شوف بالقضايا، شوف هناك تطور بالشريعة، الشريعة تختلف عن الأخلاق، الشريعة تأتي لتواكب حركة الفرد اليومية فتقنن له هذه الحركة من حيث علاقته بالآخر أو علاقته بالأشياء أو مع الله تبارك وتعالى أو حتى مع نفسه. فمثلا الشريعة لا تبيح لك سرقة مال أحد، لا تبيح لك مثلا قتل إنسان، ما هذه الشريعة؟ هنا على الشريعة أن تواكب هذه الحاجات وأن تراعي الظروف التي يتواجد فيها هذا الإنسان بلا إشكال. نعم، وهذا ما يعمل عليه المتشرعون أو المشرعون في كافة أرجاء العالم. لذلك تجد أنه عندما تختلف القوانين من بلد إلى آخر، يكون اختلافها ناتجا عن اختلاف في الزمان واختلاف في المكان وتطور في حياة الإنسان أو غير ذلك. لكن هذه المنظومات التشريعية القانونية دائما تنبثق من منظومات أخلاقية،
وتسعى إلى تحقيق هذه أهداف أخلاقية. وبالتالي القضايا الأخلاقية لا تتبدل، لا تتغير من مجتمع إلى مجتمع آخر. يعني الإسلام عندما جاء لتحريم الخمر راعى الوضع الذي كان عليه الناس في علاقتهم بالخمر بلا إشكال. طيب الإسلام عندما جاء ليرفض بعض الأمور الفكرية أو ليؤكد غيرها، بالتأكيد عليك أن تراعي هذا المجتمع. لكن في قضية الكذب لا يوجد، يعني لا يوجد تطور، إنه والله المجتمع كان لا يتقبل الكذب فصار يتقبله أبدا. أن المجتمع مثلا كان يرفض الحب فصار يقبله، وهكذا لا. الأمانة والتضحية والخيانة وهكذا الأمانة، هذه يعني هذه قيم موجودة وهي ممتدة على أرجاء يعني في كل بقعة يتواجد فيها الإنسان. نعم. كل المجتمع الإنساني يؤمن بنفس هذه القيم. نعم. سيدنا الكريم، سؤال الأخير، كما تفضلتم هناك بعض القواعد الأخلاقية هي قواعد إنسانية متفق عليها بين جميع الناس، سواء أصحاب المدارس الإلهية أو المدارس الأخرى، لكن كقرآن إسلام تشريع إسلامي، هل هناك أخلاق أو سلوكيات اجتماعية أتى بها الإسلام عبر الوحي كانت أخلاق تشريعية تميز بها عن المدارس الإنسانية الأخرى؟ نعم، أنا أعتقد ذلك. أعتقد أن شوف، لأن الأخلاق هي في نهاية المطاف من نتاج، إن هي إما أنها أمور فطرية، نعم، أو هي ناتجة عن الإدراك العقلي عند الإنسان. ونحن نعلم أن الفطرة والإدراك العقلي كلاهما محدودان، بمعنى هما يحتاجان إلى رافد آخر، وهو رافد الوحي. الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم: أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. عندما يتحدث عن الفؤاد هنا ربما يعني به تلك الإلهامات أو الوحي الإلهي الذي يواكب الإنسان ويرشده. ولذلك أنا أعتقد بأن هذا الاتفاق البشري على القيم الأخلاقية، هذا الاتفاق البشري إما أنه ناتج من عامل فطري أو عامل عقلي، وهذان العاملان موجودان في الإنسان، وإما أنه ناتج عن مواكبة الأنبياء الذين كان يوحى إليهم من الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان منذ أن خلقه الله تبارك وتعالى. ولذلك ترى بأن أول مخلوق في الأرض وهو آدم عليه السلام، على الأقل بالنسبة إلى إنساننا نحن، يعني إلى، لأن البعض ربما يناقش بوجود آدميين قبل آدمنا، بالنسبة إلى آدمنا هذا كان نبياً، يعني كان موحا إليه من الله سبحانه وتعالى. هذه الأخلاقيات أحسن. هي من الأنبياء. سمع السيد بلال وهبي في ختام هذه الحلقة، الشكر لكم. أعزائي المشاهدين، في ختام هذه الحلقة أشكركم جزيل الشكر على حضوركم ومستماعكم، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم.